السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. يلا نبدأ معاكم شرح منهج اللغة الإنجليزية الجديد 2025، وهنشتغل معاكم إن شاء الله من كتاب المعاصر. ويلا نبدأ مباشرة يونت 1، الوحدة الأولى واللي عنوانها A Great Summer. A Great Summer يعني صيف رائع. A Great Summer. والنهاردة إن شاء الله معدنا مع lesson 1 and 2، الدرس الأول والتاني، واللي عنوانهم vacation activities. vacation activities أنشطة العطلة أو الأجازة. ويلا نبدأ بالvocabulary، الكلمات اللي عندنا. وأول كلمة عندنا يا ولاد هنحفظها vacation. vacation vacation يعني عطلة أو أجازة. vacation. tournament. tournament يعني بطولة أو دوري. tournament. workshop. workshop يعني ورشة عمل. coach. coach يعني مدرب رياضي. coach. volunteer. volunteer يعني يتطوع أو متطوع. forum post. forum post منشور في منتدى أو منشور على الإنترنت. recycling center. recycling center مركز إعادة التدوير. empty. empty يعني فارغ. الناحية التانية هنا الـ AI، المصطلح بتاع الـ artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي. imagine. imagine يعني يتخيل. imagine. talented. talented يعني موهوب. tiring. tiring يعني مرهق أو متعب. community garden. community garden اللي هي الحديقة المجتمعية. rubber. rubber يعني غلاف. rubber. activity. activity يعني نشاط. posters. posters يعني ملصقات. تعالوا نشوف كلمات lesson 1 الدرس الأول. وأول كلمة عندنا parents. parents اللي هم الوالدين. grandparents. grandparents اللي هم الأجداد. software. software اللي هو برمجيات الحاسب أو الحاسوب. score. score يعني يحرز أو يسجل. nervous. nervous يعني عصبي أو متوتر. save. save يعني آمن. kick. kick يركل أو يشوط. adult. adult يعني شخص راشد أو بالغ. local. local يعني محلي. الناحية التانية هنا goals. goals الأهداف. mention. mention يعني يذكر أو يشير. blog post. blog post اللي هو منشور أو مدونة على الإنترنت. join. join يعني ينضم إلى. neighbors. neighbors اللي هم الجيران. football club. football club اللي هو نادي كرة القدم. excited. excited يعني متحمس. famous. famous يعني مشهور. area. area يعني منطقة. تعالوا نشوف كلمات lesson 2 الدرس الثاني. وأول كلمة عندنا notice. notice يعني يلاحظ. cans. cans علب من المعدن. meeting. meeting يعني لقاء أو اجتماع. member. member يعني عضو في فريق. young people. young people اللي هم الشباب الناس الصغيرين. solve. solve يعني يحل. project. project يعني مشروع. leader. leader يعني قائد. collect. collect يعني يجمع. ناحية التانية هنا letter. letter اللي هي القمامة. positive. positive يعني إيجابي. positive. surprised. surprised يعني مندهش. repeated. repeated sorry repeat. repeat يعني يكرر. alphabet. alphabet اللي هي الحروف الهجائية. alphabet. especially. especially يعني خاصة أو على وجه الخصوص. check. check يعني يفحص. chocolate bar اللي هو قالب الشوكولاتة. chocolate bar. new. new يعني جديد. تعالوا نشوف conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال الشاذة. teach. taught. taught يعني يعلم أو يدرس. say. said. said يعني يقول. win. won. won يعني يفوز. set. set. set يعني تغرب. بتيجي مع الشمس الكلمة دي يا أولاد. understand. understood. understood يعني يفهم. grow. grew. grown يعني ينمو. leave. left. left يعني يغادر. read. read. read يعني يقرأ. write. wrote. written يعني يكتب. تعالوا دلوقتي ننتقل للتكست أو النص بتاعنا. وعندنا بلوج بوست مدونة على الإنترنت بتاعة ولد اسمه عمر بيقول لنا إيه. هاي I am عمر. بيعرفنا بنفسه بيقول I am عمر. بيقول this summer was great. السمر السنة دي كان رائع اللي هو الصيف. I played football every day. أنا لعبت كرة القدم كل يوم. At first في البداية I played with some of my neighbors. لعبت مع بعض من جيراني. in the street في الشارع. our street is quiet. الشارع بتاعنا هادئ. and very safe وآمن. we had a lot of fun.
لقد استمتعنا. And we like to imagine that we were famous football players. وكنا بنحب نتخيل ان احنا بقى لاعبين كرة قدم مشهورين. Then a new boy joined in. وبعد كده انضم لينا ولد جديد. He told me about a football club. وقال لي على نادي لكرة القدم in our area في المنطقة بتاعتنا. هنا الباراجراف التاني بيقول لي one afternoon وفي يوم بعد الظهر I decided to go to the club. قررت ان انا اذهب الى النادي. There were lots of boys playing in two teams. كان في كثير من الاولاد يلعبون في فريقين. And I watched them for a while. واتفرجت عليهم لفترة من الوقت. Then the coach saw me. المدرب شافني. And asked if I played football too. وسألني لو كنت بلعب كرة القدم. Do you want to try playing with the team? يعني تحب تجرب تلعب مع الفريق؟ He asked. هو سألني. Of course I did. طبعا هو رد على طول عمر قال له أكيد بالطبع. The coach watched me kick the ball. المدرب شافني وأنا بركل الكرة. And said وقال I was talented. I was talented football player. إن أنا لاعب كرة قدم موهوب. He asked me to join the team. وطلب مني إن أنا ألتحق بالفريق. الباراجراف الثالث هنا والأخير بيقول لي For the next six weeks وخلال الست أسابيع القادمة I played with my neighbors. كنت بلعب مع جيراني in the morning في الصباح and then with the team at the football club in the afternoon. ومع الفريق بتاعي في النادي الرياضي بعد الظهر. It was very tiring. ودي كانت حاجة متعبة. But really fun. ولكنها ممتعة حقا. At the end of the summer. وفي نهاية الصيف. We took part in a tournament. يعني اشتركنا في دوري أو مسابقة. I was nervous. أنا كنت متوتر about it. But excited. ولكن أيضا متحمس. I tried my best. وحاولت قدر الإمكان. And scored 3 goals. وأحرزت 3 أهداف. Our team won that tournament. الفريق بتاعنا هو اللي فاز بالدوري ده. It was an amazing end to the summer. كانت نهاية صيف رائعة. ودي كانت نهاية التكست أو النص اللي عندنا يا أولاد. Past simple. Past simple أو زمن الماضي البسيط. وزي ما اتفقنا إن إحنا عندنا 5 حاجات لازم نبقى عارفينها. التكوين، الاستخدام، النفي، السؤال، والكلمات الدالة. وتعالوا نبدأ بأول حاجة عندنا. إيه هو الاستخدام بتاع زمن الماضي البسيط؟ بكل بساطة من اسمه ماضي بسيط يعني حاجة حصلت وخلصت في الماضي في زمن محدد. حاجة حصلت وخلصت في الماضي في زمن محدد. يعني أنا لو لعبت كرة قدم امبارح فهقول إيه؟ I played football yesterday. أنا لعبت كرة قدم بالأمس. هنا خلاص حاجة حصلت وخلصت في الماضي وكل اللي أنا عايز أعرفه إن أنا عملت الحاجة دي بس. عشان هنتطرق بعد كده لأزمنة أخرى حاجة حصلت في الماضي بس لها استنتاجات أو ترتيبات أو لسه ما انتهتش فبنحطها في أزمنة تانية غير زمن الماضي البسيط. كل اللي عايزك تعرفه النهاردة إن الماضي البسيط ده حاجة حصلت وخلصت في الماضي في زمن محدد. يبقى ده الاستخدام. تعالوا ننتقل لتاني جزء معانا، التكوين. زمن الماضي البسيط بيتكون من إيه؟ زمن الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني للفعل. طب اجيبه ازاي التصريف الثاني للفعل؟ احنا بنقسم الافعال لنوعين، افعال عادية او منتظمة. الماضي منها باضافة ed او d او ied. اما النوع الثاني من الافعال واسمها الافعال الشاذة الغير منتظمة irregular verbs. الافعال الشاذة او المنتظمة دي عشان اجيب الماضي منها لازم احفظ تصريف الفعل. يعني مثلا فعل زي go لازم ابقى عارف ان الماضي منه went make made see saw. اسمها الافعال الشاذة ودي تحفظ كما هي. هسيب لكم فيديو في صندوق الوصف بيعرفنا ازاي نحفظ تصريفات الافعال الشاذة. اما النوع الاول وهو الافعال العادية باضافة ed زي الفعل visit الماضي منه visited. زي الفعل bake الماضي منه baked عشان اخره ايه هضيف له دي بس.
وحنقيس على كده كل الأفعال التي تنتهي بحرف الإي. لو الفعل آخره واي زي الفعل carry بنقلب الواي لآي ونضيف إي دي الماضي منه carried. يبقى هنا الأفعال المنتظمة أو الأفعال العادية الماضي منها بإضافة دي أو إي دي أو آي إي دي. يبقى دي تاني حاجة عايزين نعرفها في الزمن، تكوين الزمن. ازاي اكون زمن الماضي البسيط؟ بكل بساطة عن طريق اما اضافة ايدي او افعال شاذة تحفظ كما هي. ننتقل للجزء الثالث وهو النفي. ازاي انفي الجملة في الزمن الماضي البسيط؟ عشان انفي الجملة في الزمن الماضي البسيط بستخدم فعل مساعد اللي هو did، وهحط لها نوت هتبقى didn't. هقول I didn't play football yesterday، انا ما لعبتش كرة قدم بالامس. وخلي بالك هنا بعد didn't الفعل هيجي في المصدر بدون اضافات، يعني مش هقول I didn't play، لا هقول I didn't play football yesterday. I didn't go to school yesterday، هنا بعد didn't هيجي الفعل go في المصدر، مش هينفع يجي went. I didn't go to school، انا لم اذهب الى المدرسة بالامس. I didn't go to school yesterday. يبقى عشان انفي الجملة في زمن الماضي البسيط بستخدم الفعل المساعد didn't واللي بعد منه يجي الفعل في المصدر بدون اضافات. تعالوا ندخل على الجزء الثالث، السؤال. ازاي اكون سؤال في زمن الماضي البسيط؟ زي ما تعلمنا عندنا نوعين من السؤال، سؤال بهل اجابته yes او no. كل اللي بعمله بجيب فعل مساعد في بداية الجملة اللي هو did. هقول لك did you play football yesterday؟ هل انت لعبت كرة قدم بالامس؟ تجاوبني تقول لي yes I did، ولو ما لعبتش هتقول لي no I didn't. وهنا did بتيجي مع كل الضمائر، ودي حاجة بتسهل علينا زمن الماضي البسيط. اما النوع التاني من السؤال اللي هو السؤال بأداة استفهام. هبدأ بأداة الاستفهام، يعني مثلا هسألك هقول لك what did you play yesterday؟ انت لعبت ايه بالامس؟ تجاوبني تقول لي I played tennis، انا لعبت تنس بالامس. يبقى هنا هتيجي اداة الاستفهام what، بعد منها الفعل المساعد did، بعد كده الفاعل بتاع الجملة، وبعد كده الفعل في المصدر بدون اضافات. يبقى ده كان الجزء الرابع وهو تكوين السؤال في زمن الماضي البسيط. تعالوا ننتقل للجزء الخامس والاخير وهو الكلمات الدالة. ايه الكلمات الدالة؟ اي كلمة لقيها في الجملة اعرف ان زمن الجملة ماضي بسيط، يبقى اختار الفعل في التصريف الثاني. زي كلمة yesterday، كلمة مهمة جدا yesterday، yesterday يعني امس. زي كلمة last، بس last مش هتيجي لوحدها، last week الاسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year العام الماضي، يبقى last واي كلمة تيجي وراها. زي كلمة ago، ago منذ. وزي كلمة in the past، in the past يعني في الماضي، أو in وسنة ماضية هقول لك in 2002 مثلا، يبقى هنا في سنة أو في عام 2002 يبقى ده ماضي. يبقى دي الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي البسيط.